والله الواحد سعيد النهارده، الحمد لله اليوم جميل والفرح حاجه تفرح، وزي ما انت قلت حلم كان كبير لينا كمجلس اداره ان احنا نبدا يبقى في نادي الاهلي في المحافظات، والنهارده الخطوه الاولانيه وان شاء الله نكمل بعد كده في محافظات ثانيه. نوعدهم بتقديم كل الخدمات اللي تليق باسم النادي الاهلي سواء على المستوى الاجتماعي او على مستوى النشاط الرياضي. المكان الفاسيلتيز بتاعته والامكانيات بتاعته هايله كبدايه، وهيبقى في باذن الله حاجات ثانيه كمان في القريب العاجل، وان شاء الله زي ما قلت نقدم لهم الجوده بتاعه عضو النادي الاهلي اللي متعود عليه.